يشرب الماء فقط بل يحتاجه للحياة. فقد خلق الله تعالى لهذه الحيوانات جلدا رقيقا حساسا ويتوجب عليها إبقاؤه مبتلا، وإذا جف جلد فرس النهر فإن هذا قد يؤدي لموته، ولهذا يقضي الكثير من الوقت في الماء ويتجه إليه أيضا لتجنب الخطر، وبإمكانه البقاء تحت سطح الماء 5 دقائق كاملة قبل أن يصعد للسطح ثانية للتنفس، وهو يعيش في جميع أنحاء إفريقيا، ورغم أنه يتمرغ كثيرا في مياه الأنهار لكنه يخرج منها للتغذي. ميز الله تعالى فرس النهر بأسنان حادة جدا يجب إظهارها لبقية قاطعه، وقد يصبح شرسا جدا عند تهديده، وقد قتل فرس النهر في إفريقيا بشرا أكثر ممن قتلتهم الأسود. فرس النهر التجني أصغر حجما من الأنواع الأخرى، ويحتاج أيضا للماء ليحيا، ويبلغ وزنه حوالي 10 وزن فرس النهر الأضخم حجما. فرس النهر التجني نادر جدا، ويتميز بطريقة غريبة لحماية نفسه عند تهديده، فعند تهديده ينطلق هاربا إلى الغابة بدلا من اللجوء إلى الماء. لكن حيواننا السري لا يسبح، مع أنه يحتاج إلى الماء لبقائه،